الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. الشوط 11 ينطلق وتتم له الانطلاقة بنجاح وأيضا بتميز. أيها الإخوة مشاهدين الكرام، نتواصل مع حضراتكم في هذه الانطلاقة، وهنا كذلك الجمهور الحاضر هنا في عربة النقل وكذلك الحاضر في أرضية هذا الميدان. نتابع معكم مقدمة هذا الشوط، نتابع هذه المقدمة أيها الإخوة، ومع الصدارة ومع المتحدين لحمد بن مبارك الضعيف المري هو من يحتل المركز الأول، بينما هنا في المركز الثاني يصلنا شعار بن حلفان ضبيان لعلي بن سعيد بن حلفان المري، بينما هنا في المركز الثالث مشاهدين الكرام يصلنا ثالثا في هذه اللحظات القناص لحمد بن حسين البريدي هو من يحتل المركز الثالث. الدور والنقل عند المركز الرابع، المركز الرابع يا جماعة هذا شعار بن شريف، ولكن هنا تدخل من قبل الطام لعبد الله بن ناصر الخليفة، ومن يتدخل ولكن هناك من الجانب الأيمن على المركز الرابع. يا سلام، الله الله، المراكز تتغير وكذلك أيضا الشعارات تتغير، شعار تلو الآخر، ولكن خلونا مع المركز الرابع اللي يصلنا في مساح لفيصل بن طالب بن شريم، والمركز الخامس يصلنا هناك من الجانب الأيمن أيضا شعار راشد بن طالب بن شريم مع المتحد هو من يحتل المركز الخامس. خلصنا نيدانا ونعود مع ابن الضعيف مشاهدين الكرام، المتحد لحمد بن مبارك الضعيف المري هو من يحتل المركز الاول ويقود هذه الجموع، 43 قعود مشارك مشاهدين الكرام. يا سلام، الله 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 الله. اذا مشاهدينا الافاضل، يا سلام، نعود مع ابن الضعيف ايها الاخوه في هذه المقدمه ومع المتحد حمد بن مبارك الضعيف، بينما هنا في المركز الثاني يصلنا شعار بن حلفان مع ظبيان علي بن سعيد بن حلفان المري، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام يصلنا ايضا المتحد لراشد بن طالب بن شريم المري، والمركز الخامس او المركز الرابع يصلنا مساح لفيصل بن طالب بن شريم المري، والمركز الخامس اسم جديد يا سلام الشبابي لسيد محمد بن علي بن مثيب، اراه يتسلل وهو في عز الشباب وفي عز المنافسه. يا سلام يا الشبابي، يا سلام يا ابن مثيب، يا سلام. اذا مشاهدينا الكرام اتممنا نيدانا ونعود مباشره الى مقدمه هذا الشوط، المقدمه مع ابن الضعيف ايها الاخوه من نيدانا الاول وحتى نيدانا الرابع وحتى هذه اللحظات. يا سلام، التغيير مع ابن حلفان و1200 متر مشاهدينا الكرام، ولكن ابن الضعيف مصر حتى هذه اللحظه مع المتحد حمد بن مبارك الضعيف المري هو من يقود المسار، وفي المركز الثاني ظبيان لعلي بن سعيد بن حلفان، والمركز الثالث يصلنا المتحد لراشد بن طالب بن شريم، والمركز الرابع يصلنا من الجانب الايمن. يا سلام، الله الله، لافي لافي يلفي لافي مشاهدينا الكرام، لفلافي يا جماعه، لافي يحتل المركز الثالث، تعود ملكيته اول نداء له لغانم بن منصور الخيارين، غير في هذه اللحظات وانتقل الى مقدمه هذا الشوط. لافي ايها الاخوه هو من يحتل المركز الاول لغانم بن منصور الخيارين. يا سلام يا لافي، يا مرحبا يا لافي، لفانا لافي يا مشاهدين واحتل المركز الاول، بينما هناك من الجانب الايمن اللي من الجانب اليمين حرام من ذيعه يا جماعه. يا سلام، ازعاج ازعاج ازعاج، ومحمد بن سعيد آل خديعه هو من يحتل المركز الثاني مع ازعاج. يا سلام، ازعاج سبب لنا الازعاج، ولكن لا فيه هو من يقود المسار، المركز الثالث المتحد لراشد بن طالب بن شريم المري. يا سلام، لا فيه يحتل المركز الاول، ولكن ازعاج مشاهدينا الكرام، ازعاج يا سلام سبب الازعاج واحتل المركز الاول. الله يا ابن خديعه، الله الله. اذا مشاهدينا الكرام، ازعاج للسيد محمد بن سعيد آل خديعه هو من يحتل المركز الاول. يا سلام، الله، المحاوله من المتحد لراشد بن طالب بن شريف، ولكن ازعاج مشاهدينا الكرام. الله الله، لهم الحق ان كذلك يفرحون، ملاك ازعاج والجمهور الحاضر مشاهدينا الكرام. اذا ايها الاخوه نهني مالك ازعاج مالكه ايها الاخوه، ونهني كل مشجعينه وكل مؤزرينه ايضا محمد بن سعيد آل خديعه، نهنيه على هذا الفوز. الناموس يا ابن خديعه، الناموس. اذا ايها
الإخوة مشاهدينا الكرام، نهني على هذا الفوز. أما المركز الثاني يصل فيه المتعد لراشد بن طالب بن شريم المري. أما المركز الثالث فيصل فيه لافي لغانم بن منصور الخيري. المركز الرابع يصل في المركز الرابع ما عرفنا المركز الرابع رقمه غير واضح. نشوف المركز الخامس. المركز الخامس يصل فيه منذر لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. إذن أيها الإخوة مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم التوقيت الزمني، وأيضا أتمنى من المخرج أن يعطيني المركز الرابع لكي أتعرف على رقمه ولكي يكون رقمه واضحا على شاشة التلفزيون. إذن أيها الإخوة، ها هو إزعاج ولحظات وصوله إلى خط النهاية، 4 دقائق و51 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. نهني مالك إزعاج، نهني مالك إزعاج أيها الإخوة محمد بن سعيد الخديعة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يصل فيه المتعد، 4 دقائق 54 ثانية، 12 جزءا من الثانية. راشد بن طالب بن شريم نهنيه على هذا الفوز. أما المركز الثالث فيصلنا ثالثا مشاهدينا الكرام لافي، 4 دقائق 56 ثانية، 11 جزءا من الثانية. غانم بن منصور الخيرين نهنيه على فوز لافي بالمركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع ما تعرفنا عليه إلا إذا هو شاهين المملوك لمنصور بن حميدي العجمي، الله أعلم. على كل حال نهني مالكه ولكن رقمه غير واضح. إذن أيها الإخوة، صاحب أفضل توقيت في هذا المساء هو الباشق المملوك.